السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هون الكرايسلر هيدي الدينامو تبعها ما بيعبي، الجماعة غيروا بطارية جديدة، هاي البطارية وهي بطارية القديمة تمام، وغيروا كمان الدينامو الدينامو كمان مغير الالتيناتور هذا جنرايتور، وما مشي الحال. نفحص فحص سريع ونشوف شو هو المشكلة، إن شاء الله خير. مثل ما انا شايفين عم تعبي صفر، ما في تعبية، هذه جديدة البطارية تمام. يعني من لهون حديد البطارية ما في شيء، لازم نفحص هلا كمان من الدينامو ديركت شو عم يطلع كهرباء. ما حوصل لتحت، حاول اعمل طريقة مشان افحصها. في كابل جاي لهون خط بلوس، اذا انا حط على البارد هون كمان ما في شيء. نفحص البارد تبع الموتير، اوكي خط البارد اوكي، البلوس لهون اوكي. في عنا هون خط البلوس تبع الدينامو، بقدر يبين الصوره منها واضحه مضبوط، بس هون لازم يجي هلا كمان كهرباء. اوكي اذا بنلاحظ انا حاطط المفك على الفلوس تحت، مبين عليك حاطط هون خط بارد، إذا بحط هلا على الشي سي بيعطيني 12 فولت تمام، إذا بحط هون ما في شيء. أصبح خط البلوس اللي جاي على الدينامو في عنده قطع، بدنا نعلي السيارة ونشوف شو المشكلة، إن شاء الله خير. هلا أنا عليتها للسيارة ولقيت العطل، إذا مبين عليكم الكابل محروق واضح إن شاء الله تمام. هو هذا الكابل بيمرق من هون على الألتيناتور، هذا الدينامو، دينامو مغير جديد وما مشي الحال. لذلك هذا البلوس، خط البلوس بيجي من هون على السلف على المارش، بدي نظف هون شوي وشوف شو هي المشكلة، إن شاء الله خير. أول خطوة مثل ما نحن بنعرفها كلياتنا نشيل خط البارد مش خط البلوس. إذا حدا سأل ليش، لانه اذا الانسان عم يشتغل بالبلوس هون عم يفكه
وضرب هذا بالحديد هون بيعمل كورشلوس كونتاكت وبيفقع المفتاح بيعور حاله. تمام، لذلك الواحد بيشيل خط البارد. اذا شلنا خط البارد بيصير الشاسي يعني هلا شلنا هذا هون ما بقى في بارد. تمام، اصبح اذا انا هلا بحل له هذا وخبط هون ما بيأثر شيء. ان شاء الله تكون وضحت الفكره. اذا مضطر تفك كل هذا انتبه ما تعور حالك. هي اول خطوه هون. خير ان شاء الله. منا شايفين هيدا هو القطع وهم الحريق كمان الحمص. هيدا شكله كان مقطوع من زمان وحاطين له وصله، او هي الوصلة عبارة عن فيوز. فيوز ان شاء الله خير. انا شوية صعب هخلص العملية وخبركم شو بيصير معنا ان شاء الله خير. مثل ما شايفين انا فكيته هذا من المارش من فوق. الوصلة عاملينها هي هون، ومثل ما حكينا الوصلة صايرة صايرة صغيرة يعني رفيعة. شكله هذا عاملينه قصد انه مثل فيوز، عرفت كيف؟ لو حاطينه بنفس الكثافة التخن هذا كان يمكن احترقت السيارة، و يعني قصدي المقصد الدينامو اذا عامل هو كونتاكت كورشلوس جوا عامل شورت بيفقع هذا الفيوز. انا على اعتقادي هلا السيارات الالمانية ما فيها هيك شيء، في خط مباشر بيركب هون. تمام، ححط له خط انا كمان رفيع لربما اذا صار شيء الله لا يقدر، انه مبين هذا من الشركه هيك شغل شركه. اصبح الكابل هو عاده لازم ينجاب جديد، بس حنعمل له طريقه نوصله ونخلص الموضوع خير ان شاء الله. خبركم شو بيصير معنا. مثل ما انا شايفين انا جبت واحد اخف من هذا مشان اذا صار شيء يحترق نفس المستوى. الطريقة الصحيحة اللي انا بشتغل فيها، فيك تشتغل انت كيف ما بدك، مسكها هيك وبتلفها لفة هون. تمام، بتنظف الكابلات مزبوط مشان ما يكون عليهم وسخ. سو بهالطريقة هيدي بهالطريقة صح. هون بتحط قصدير هلا بتلحمها وبتسكرها. تمام، مثل ما انا شايفين هلا انا عملت الكابل وبرفكت. هعمل الجانب التاني كمان واصله فوق ان شاء الله خير.
مثل ما شايفين صار يعدي هلا 14 وشوي لانه البطاريه بدها كمان اكثر. هذا كل شيء مثل ما حكينا الخط تبع الدينامو بفلوس كان فاصل، وعملنا قدامكم الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.